السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زي ما وعدناكم هنزقق الزغليل أو نزغط الزغليل باستخدام سرنجة 3 سنتي. الزغليل من عمر يوم، نجيب صورة الزغليل من عمر يوم ويومين 3 أيام أو 4، لأن بنستخدم في الزغطة دي الدقيق فقط. في ناس بتحط لبن بودرة أو سيريلاك بتاع الأطفال، لكن إحنا هنوفر كل ده. سرنجة 3 سنتي زي دي أهي، وشوية دقيق، مفيش أكتر من كده أهو. حط حبة دقيق أهو، دقيق فقط اهو، دقيق مفيش اكتر من كده. نحط عليهم شوية مية اهو، دقيق قلبهم كويس كويس قوي اهو. لحد ما يكون كده خفيف جدا عشان ما يكلكعش، ما يكلكعش في الزغلول اهو. تمام، ونسحب نسحب، نبدأ بالزغلول الكبير حوالي 4 أيام اهو. تمام، ممكن نعطله كمان واحدة اهو. تمام، زي اللبن بالظبط أو السيريلاك اهو، اللي عمره يومين. تمام، يكون واضح كده. نفتح بحرص عشان ما نكسرش بق ال اهو، نمسح وننضف. تمام تمام شبه تمام اهو ان شاء الله. نيجي للي هو الاخطر، اللي هو لسه من ساعات ما اكلش حاجة خالص اهو، فاضي تماما اهو. اخطر شيء نخلي بالنا علشان ما نموتوش. نبدأ نعطيله سنتي بس، لو حتى بعد ساعتين اعطيناله تاني مش مشكلة، لكن نبدأ بحرص ما نعطيلوش كتير لحد ما يتعود على الاكل اهو. نفتح بحرص. تمام تمام زي ما انا ماسك كده اهو اهو، خد السنتي. تمام، هو طبعا مش متعود على الاكل، لكن ما تخافوش هيبقى تمام. حبة حبة، مش هنديله اكتر من السنتي. مرة تانية ممكن نعطيله 2 سنتي، بعد كده نزود 3 سنتي، وكده يبقى وفرنا تمن الزغطات وتمن السيريلاك، والموضوع ما يستحقش كل التكاليف دي، والموضوع بسيط جدا. ومن فضلك اعمل اشتراك للقناة علشان يوصلك بقية فيديوهاتنا، وشكرا.